يقول نعيش في قرية صغيرة ويوجد بهذه القرية جامع لصلاة الجمعة، ومنزلي أبعد المنازل عن الجامع، وأحيانا يجتمع أهل القرية في منزلي هذا وتدركنا بعض الفرائض خاصة صلاة العشاء، فهل يجوز لنا أن نصلي في هذا المنزل علما بأنه لا يوجد سوانا في هذه القرية تلزمه صلاة الجماعة؟ صلون في المسجد ما دام فيه مسجد، صلون فيه أنت ومن يأتونك، والقرية العادة أنها صغيرة ما فيها مسافات، والمسجد يكون قريبا لأن القرية محصورة وقريبة، فعليكم أن تصلوا في المسجد ولا تهجروه. نعم.